أخطاء ناحيتين، يا إما أخطاء بتاعة كلينيشن بيغلطوا فيها وفي الآخر بتجيلك أنت بتحل المشكلة دي، أو أخطاء مفروض ما تصدرش مننا إحنا كناس بتوع راديولوجي. ماشي؟ البلياري سيستم غالبيته سونار، هنقول غالبيته سونار، هو في سي ام ار اي بس السونار غالبيته. احنا قلنا البلياري سيستم ده بيتكون من الليفر والبايل داكت والجول بلادر، ووظيفه البلياري سيستم بيعمل البلياري سيستم ده بيعمل ترانسبورتيشن للبايل اللي بيتكون في الليفر. الليفر بيكون البايل وبينقله خلال ايه البلياري داكت لغايه يتخزن في الجول بلادر، نصه بيتخزن في الجول بلادر نصه بينزل في الديودينا. وتخزينه في الجول بلادر اهميته، احنا فاكرين احنا طلبه لما عيان ياكل اكله فاتي فيها فات كونتنت كتير، الجول بلادر كونتراكت البايل ده في الباول وبيحصل ايه دايجيشن للبايل. ودي الرسمه بيوريك ازاي البايل بيتكون في الليفر ويتنقل في الداكت، والداكت بتوديه، وفي بعد كده في جزء بيتخزن نصه في الجول بلادر والنص الثاني بينزل فين؟ في الديودينا. لما يحصل واحد ياكل اكله قاعده الجول بلادر كونتراكت وبتنزل الايه؟ البايل جوه البتاع. لو جالك سؤال في الامتحان يقول لك عين عنده بيلياري اوبستراكشن او بيلياري ديزيز انفستيجيشن، لازم انت في الامتحانات تكتب الحاجات دي بالتفصيل. يعني هو امتحان، يعني ممكن تقول له السونار والسي تي والام ار اي، لكن هو برضه لا، الامتحان لازم تكتب له كل حاجه لان هو ملوش دعوه انت راجل بتشتغل ايه. لكن بلين راديوجرافي، افرض عين جالك عنده مثلا اكيد ابدون، عملت له اكس راي وطلع فيه جول بلادر ستور، مش ده حاجه شخصت؟ اصل احنا شفناها بالسونار والام ار اي، فلازم تكتب بلين راديوجرافي سيستم. كان في زمان حاجات بتتعمل بس هي بطلت دلوقتي، حاجه اسمها اورال كوليستوجرافي، وهنقول عليها معلومتين كده للعلم يعني. وفي حاجات اسمها السي تي كولانجيوجرافي بطل، لكن هو الام ار اي دلوقتي طلع، والام ار اي والام ار سي بي ده حاجه كويسه خالص لان نون انفيزيف تكنيك وبيوريك حاجات كتير. في برضه الاي ار سي بي، الاي ار سي بي زي ما كان بيشتغلوه بتوع الاشعه دلوقتي بيشتغلوه بتوع المناظير او بتوع الجراحه. البي تي سي، البي تي سي برضه لها استخدامات وهتظل مش هيحصل لها ريبليسمنت في بعض الاشياء هنقول عليها، فانت لازم تكتبها في الامتحان. في حاجه اسمها هيباتو بيلياري سنتيجرافي، ده بره بيتعمل كتير، هو في مصر بيتعمل قليل بس انت تبقى عارف. في زمان حاجه اسمها انتر اوبرتيف كولانجيوجرافي بطل، تي تيوب كولانجيوجرام يعني كان بتتعمل للعيان بعد ما يعمل عمليه كوستيكتومي بيركبوا له تي تيوب في الكومن بايل داكت ويقفلوها. لو ما جالوش جوندس بعد كام يوم يقول لك ما فيش ستون في الكومن بايل داكت، لو جاله جوندس بيدخل بالحاجات تي تيوب يشيل الستون. بس هو دلوقتي بقى طلع الام ار اي والام ار سي بي، فانت بتشوف الستون عين الدكتور يبقى عارف قبل ما يدخل. زمان كان صعب شويه، ما في جول برادر ستون مابقاش معاها سي بي دي ستون ولا لا، فبيبقى هو عمل يعني على قد ما يقدر اكسبلوريشن، لكن في الاخر ايه بيركب تي تيوب بعد العمليه يشيلها بعدها بكام يوم بعد ما يقفلها وتاكد لا ما جالوش جونز. في حاجه اسمها اندوسكوبك الترا ساوند برضه، دي حاجه شغاله جامد جدا هنا في مصر ولا شويه. البرين راديوجرافي ايه اللي ممكن يشوف العين عنده جول بلادر ستون؟ لو فيها كالسيوم ممكن يشوفها في 15%، لكن غالبيه الجول بلادر ستون تبقى ريديولوسنت فما تبانش في البتاع. حاجه اسمها بورسولين جول بلادر دي كومن وبتبان حلو قوي في الاكس راي، ده الجول بلادر كالسيفايد ودي بري كانسرس، لو شفتها في عين لازم الدكتور يشيل الجول بلادر. في الانفيزيمس سكولستايتس احنا خدناها في الاكيوت ابدومين في محاضره الجول بلادر، لما يحصل فيه انفلاميشن وده بيبقى عينيه الدايابيتك والعينيه الاميون كومبرمايز هتلاقي الوول بتاعه فيه هواء سب ميكوزا فممكن تشوف الاكس راي كويس. حاجه اسمها ميلك اوف كالسيوم بايل اللي هنشوفها برده دي ممكن تشوفها، شايف الجول بلادر مليانه كانها جير جواها لونها ابيض كلها. ادي بلينكس ليه بس في عين عنده جول بلادر ستون، بيوريك المرسيدس ساين بتاعت ايه الجول ستون. احيانا الجول ستون بيبقى فيها كالسيوم مع الكوليسترول فبتبان راديو اوبيك، لكن لو هي كلها كوليسترول ما بتبانش. ماشي؟ 15% في العين ممكن تشوف الجول ستون. ده البورسلين جول بلادر، احنا قلنا جول بلادر وول بيبقى ايه كالسيفايد وول بتبان في حلو قوي في الاكس راي، يعني حتى لو شفتها في السي تي او في السونار بتلخبطك شويه لكن الاكس راي بيشوفها حلو قوي. برضه الانفيزيمتس كولستايس دي رير قوي، العينين اميون كومبرومايز ممكن تشوف في ايه اير في سب ميوكوزال والهواء بيبان اسود في الاكس راي او السي تي. الاورال كولستوجرافي ده حاجه هيستوريكال وانت لازم تعرف حاجات الهيستوريكال برضه مش مهم. كان زمان قبل السونار ما يبان احنا قلنا الجولستون كلها بتبقى راديو ايه؟ راديو لوسنت. فالعيان لما يكون عنده اكيوت بين في الرايت هايبوكوندريا وتعمل له اكس راي ما تلاقيش جول بلادر ستون، ايه البديل ليه؟ زي العيان عنده رينال ستون، عنده رينال كوليك اكيوت، تعمل له اكس راي ما تبانش 90% او 80% بيبان ريدي اوبيك.
افرض راديو لوسن هتعمل له ايه؟ تعمل له اي في بي، شوف فين الديفكت في الكدني. نفس الكلام في الجول بلادر، بتدي له صبغه، بس الصبغه دي اقراص يشربها اسمها، ياخد اربع اقراص وست اقراص مع بايلوبتين ويبلعها ويجي ثاني يوم يتصور. فنشوف الجول بلادر مرسومه، الصبغه دي تتاخد من البيليري وتتكون في الجول بلادر، يعني سبيسيفيك للبيليري سيستم. فانت بتشوف الستون دي كفيلنج ديفكت، ماشي؟ كان ليها استخدام تاني بس هو استخدام طلع غلط. كان العيانين عندهم قبل ما يعرفوا الهيباتايتس سي، العيان يجي بتاع الهيباتايتس سي دي يجي لك شكوته ايه؟ يقول لك الاكل ما بيهضمش عندي، عندي انتفاخ على طول، عندي. تقعد تبحث انت، حتى ايام السونار نقعد نبحث السونار مش لاقيين له حاجه، ما لقيش غير السيكند جول بلادر وول. فكانوا زمان الدكاتره الاشعه يقولوا عليها دي كرونيك نان كالكولار كولوستايتس، ماشي؟ فكان بتوع الجراحه يجي يعملوا العيان ايه؟ اورال كولستوجرافي، يجي العيان يشربه والصبغ، يشرب الاقراص دي ويجي تاني يوم يصوره، وبعد ما يصوره يقول لك ادي له حاجه فاتي، ادي له مثلا شوكولاته او ادي له بيضه ياكلها، وبعدها ب 10 دقائق ونص ساعه صوره. لو لقيت الجول بلادر دي كونتراكتد يقول لك دي فانكشن، يبقى خلاص ما تشيلهاش. لو لقيها نان كونتراكتد تشيلها. يدخل العيان يشيل الجول بلادر، اسال بعد شهرين الاقيه مات. قعدوا يعملوا مثلا، انا فاكر جراحه بيه دي يمكن كان نايم، كان دفعتي، قال والله من عاد كل عيانين نعملهم يموتوا بعد كده. بعد كده اكتشفنا العيانين دول كلهم سيروتيك. لما انت بتدخله انستيزيا بيدخل دي كومبوزيشن يجي له اسايتس ويموت، بس هو ده قتل غير عمد يعني. فهو ما كان لسه ما عرفش الهيباتايتس، مش معروف. فالعيان ده سيروتيك وانت ما تعرفش كورس ليفر. احنا كورس ليفر زي ما كناش نعرفه، ليفر عادي وخلاص. ونشوف الليفر ده، ما كناش فاهمين كورس ليفر ده. كان لسه مش معروف، كان فيها دوب الهرزيا الليفر. فالعيان ده اصلا هيباتايتس سي وجاله سيروزس، والهايبو البوبيليميا هي اللي عامله السيكند جول بلادر، تمام؟ فانت لما تعمل له سونار تقول الجول بلادر السيكند دول لك ما فيش ستون، يعمل اورال كولستوجرافي يقول لك ده كرونيك نان كانكر كولستايتس، مفيش حاجه اسمها كرونيك نان كانكر. الكلام ده طلع غلط بعد كده. كل عيان دول بيبقى عندهم ديزيز اصلا هو اللي عامل جول بلادر سونار. يدخل يعمل عمليه يقعد ثلاث ساعات في الجول بلادر زمان، يدخل انستيزيا ثلاث ساعات، فكل الانستيزيا كلها هيباتوتوكسيك. فالعيان بعد الانستيزيا لما يطلع يجي له بعدها بشهر عشان يجي له اسايتس، بعد كده يجريتد ويضاي. فقعدوا في القصه دي شغالين ثلاث سنين لغايه ما عرفوا الهيباتيتس سي، والكلام ده كله كان بيتعمل كله كان كلام مش صح، ماشي؟ فالاوراكوستجرافي بطلت تتعمل عشان السونار، لان السونار هو بيشوف لك كل حاجه سواء راديو بيك او راديو لوست، كل الستون زي بعض. هو السونار يعرف يفرق بين راديو لوست وراديو بيك ولا ما يعرفش؟ يعرف ولا ما يعرفش؟ ما اعرفش، كلهم زي بعض، بس كل ستون تدي بيصير اكوستيك شاد، الاثنين بده زي بعض، تمام؟ فبقاش في مشكله في الجول بلادر ستون في السونار. السونار بيشخصها يعني ايه 99% من السونار، ماشي؟ السونار طبعا احنا من اعظم الحاجات في جول بلادر هو السونار، يعني احسن من السي تي واحسن من الام ار اي واحسن من اي حاجه، لانه ده يعني ايه حاجه انت بتشوفها وتعرف العين لو في ستون مثلا باك تقلبه وتشوف ستون تتحرك معاه، لكن ستيل عينه نايم على ظهره. حتى لو انت شايف الستون مش قادر تقلبه، في احيانا بعض الستون بتبقى ايزودينس، بالذات الكومن بايل داكت والجول بلادر ستون بيبقى كلها كوليسترول، فبيبقاش فيها كالسيوم. هو الكالسيوم لو فيه حتى حاجه بسيطه ستيل بيقولها لك، لكن لو ايزودينس ستون بالذات في البايل داكت والحاجات دي ستيل بيشوفها ايزودينس زي سوفت ستراكشر، لكن السونار بيشوفها ستون هيبقى اوكول كلها بالسيريو اكوستيك شانل، ماشي؟ بيشوف الجول بلادر وول ونشوف شكل الجول بلادر فيها اي انوملي. فالسونار اعظم حاجه في الجول بلادر هو مين؟ هو السونار. كان زمان برضو في حاجه اسمها سي تي كولانجيوجرافي، كان بيجيبوا صبغه معينه كده يحقنوها، بطلت بس كان ليها كومبليكيشن كتير اكتر من الجيوجرافي، يعني كان بيموتوا منها. تحقنها وتيجي تعمل دي بتتفرس برضو بالبيليري سيستم بس، والسي تي يعمل لك 3 دي بيها يطلع حالك اسمها سي تي كولانجيوجرافي. دي بطلت زي الاي ار سي زي الام ار سي بي، بس بطلت. ادي صورها جول بلادر مالت والهيباتيك والكومن بايل داكت والانتر هيباتيك بيليري داكت، بس بطلت لانها ليها كومبليكيشن كتيره وفي حاجات حلت مكانها. الام ار سي بي طبعا ده من الحاجات الكويسه وضمان انفيزف، لا بتحقن العين صبغه ولا بتعمل، هو العين بتعمل ام ار سي بي ده بيعتمد على الفليود زي بتاع اليوروجراف الام ار يوروجراف. فالعين بتصوره بس بشرط يكون الانتر هيباتيك دي دايليتد. لو عين نورمال وعملت له ام ار سي بي مش هتشوف حاجه لانها مش دايليتد، كلها ما فيش جواها ميه. فلو عملت عين ام ار سي بي لازم تبقى ايه البيليري سيستم كله دايليت عشان تشوفه كويس، لكن لو نورمال ما بتشوفوش، ماشي؟ اتفضل. لا لا لا،
صبغه اسمها بيليجرافي، مش مهم اسمها، حاجه قديمه كان بيموت منها عينين كتير، دي اكشن بتاعها جامد جدا، فبطلت دي اصلا خالص، شالت من السوق واتمنع. فاكره زمان كان في صبغات بيحنوها في الظهر من اول اللي بيدوق المايوديل ومش عارف ايه، كانت تعمل عينك نايس، بعد كده طلع ماده ايونيك، بعد كده لما جينا مراي لغى الحاجات دي كلها لانها بتعمل مشاكل. فهي نفس القصه اتلغت خالص الصبغه، بس ده حاجه هيستوريكال للهيستوري. الام ار سي بي اهو، عيان مثلا عنده ستون في السي بي دي في اخره عامل دايلاتيشن للسي انترا هيباتيك، في مرض سمول ستون في الـ في الـ في الليفت والرايت هيباتيك، وفي جول بلادر برضه ستون. فالام ار سي بي يديك فكره كويسه يعني بيشخص لك غالبيه الحالات اللي عندهم بيلياري ايه، بيلياري اوبستراكشن. لو فشلت يعني في حاجات بيعجز انه يعملها، لكن ممكن في الاخر تدخل بالاي ار سي بي. يعني لو عيان عنده مثلا حاجه صغيره ستريكشر صغير في اخر البتاع ده ونيو بلاستيك ايرلي، ممكن الام ار سي بي ما يشوفوش، لكن الاي ار سي بي بيشوفوا احسن من الام ار سي بي. واحنا قلنا الاي ار سي بي برده لو الام ار سي بي ما وصلش الحل، لانه الاي ار سي بي هو دياجنوستيك وثيرابيوتيك الاثنين. يعني انا عندي ستون في الديستال كومن بايل داكت، مش هيعمل عمليه يدخل يشيلها بايه؟ الام ار سي بي، بس بالمره لازم يصور يحقن صبغه زي الاولوجرافين كده، زي يوروغرافين يحقنها في الدكت نفسها ويشوف فيجواليزيشن كويس وفي الاخر يشيل الستون. وممكن يعمل سفنكتروتومي عشان ايه الحته دي جا فيها ستون قعد فتره طويله ممكن تعمل لها ستريكشن، فهو دياجنوستيك وثيرابيوتيك في نفس الوقت، لكن هو نفس البيانات بيديها زيه زي ايه المارسي، يمكن احسن شويه لانه بيبقى شايف بعينه بالمنظر. ماشي، ادي مثال اهو، دخل بالكانيولا يدي العيان فاليوم ويدخل من الاستومك، ومن الاستومك بيدخل السفنكتر في اودي بيعمل سفنكتروتومي ويدخل ايه يصور، ولو في حاجه بيشيلها بالمره معاه لو ستون او في ستريكشر بيوسع. ماشي، بي تي سي، بي تي سي يعني ايه؟ بيركوتينيوس ترانس هيباتيك كولانجيوجرافي، ده فحص جيتت وما بيستخدم يعني، بس هو استخدامات ما نقدرش نستغنى عنها. بيجيب العيان الشيبه نيدل بيدخل كوستا ويقعد يدخل بالراحه بالراحه وتدخل على سكرين، اول ما يجي بايل تحقن صبغه فيه. لو عيان عنده برايمري بيليري اتريزيا طفل، بالاتريزا دي العين ده بيعمل ليفر ترانسبلانتيشن، لكن لو انت شخصته لازم تعرف تشخص الا بالبي تي سي، لانه البايو باك كلها كولابس، فانت ازاي تشوفها في البريف لازم تحط جواها صبغه عشان تشوفها. فالبرايمري بالاتريزا ما بتشخص غير بالبي تي سي، وهو ده اللي مخلي له ايه وضعه لسه لا يزال قائم في الحاجات الانترفينشن. محدش بيشخص بيه الاتريزيا صح يوريك الاتريزيا مكانها فين الا البي تي سي للاسف، ولا ستي ولا ام ار اي ولا اي حاجه، هو بي تي سي ده لازم تبقى لازم ادخلها من البريفري للسنتر عشان نشوف انهي الاتريتك بايل باك، لازم البي تي سي، عشان كده لا يزال محتفظ بمكانه عشان موضوع البيليغاتريزيا. في حاجه اسمها الهايدا سكان، بره بيعملوها كتير قوي الهايدا سكان، بس في مصر يعني قليله شويه، هو بره عشان العين بيعمل ببلاش. لو عين عنده مثلا اكيد كولوسيستايتس الهايدا سكان دي احسن حاجه، بالذات لو نام كالكول ممكن تعمله سونار وانت تشوف اديم التصوير والدوبلر وكل حاجه، لكن الهايدا اقوى من السونار، هوريك ازاي. فالهايدا سكان ليها استخدامات كتير، لو في كونجنتال انوم اللي واحد ما عندوش جول بلادر، لو عيان احيانا في كتير كذا قضيه اشوفها يقول لك الدكتور فلان شاب الجول بلادر وعملنا له سونار طلع في جول بلادر تاني، يا ترى دكتور اشعه ولا يا ترى دكتور الجراحه ما صارحش العيان، تبقى انت محتاج تعمل له سونار تلاقي فيه جول بلادر تيبيكال ليها وول وبتاع، ممكن تبقى كله دوكال سيست يبقى شال جول بلادر فحصل كله دوكال سيست في البروكسيمال سي بي دي، او ممكن الجراح في جراحين كتير يبقى مش يعني يدخل وما يشيلش فعلا جول بلادر، بس المفروض يقول للعيان يقول له لقيت ادهيه لقيت مش عارف ايه شيء، لكن هو ما يقدرش عشان خد فلوس من العيان ما يقدرش يقول، فانت تبقى يعمل له سونار يقول لك لا انا شايلها، تقعد تتخانق مين يحل المشكله دي؟ الهايدا سكان هنشوف الحاجات دي نشوفها. ماشي، الهايدا سكان ليها تدي تكنيشن مش عارف هايدا وبتاع وتصور بعد دقيقه ومش عارف ليها تصويرات يعني لو انت عايز، وهيباتيك بارين كمان 10 منت ومش عارف اكسترا هيباتيك 20 منت وهكذا. ادي الهايدا سكان، عيان ادينا له الصبغه وصورناها، مين ده اللي باين ده؟ ومين اللي جنبه ده؟ سي بي دي. طيب هنا مفيش حاجه، لو عين عنده اكيد كولوسيستايتس هتشوف جول بلادر ولا ما تشوفهاش؟ هتشوف في انفلاميشن في ايديما ما يدخلش التكنيشن الماده اللي انت حالا مش هتدخل، فجول بلادر ما تشوفهاش خالص، يبقى ده ايه؟ عنده اكيد كولوسيستايتس. لو في عين عنده كونجينيتال ابسنت في الجول بلادر
تعمل له سونار مش شايف، يعني يقول لك ده دكتور سونار مش قادر، تعمل له ام ار اي مش شايف برضه يمكن يقول لك ده جول بلادر انت هيباتك مش قادر تشوفها كويس وكلابس. احسن حاجه يقول لك جول بلادر دي ابسيت ولا مش ابسيت مين؟ ده هاي بس لو عند صبغه وشفتها ملت يبقى في جول بلادر، لو ما شفتش خالص مفيش حاجه ملت خالص يبقى ايه كونجنتال او هي فيري رير، بس مين يحلف انها مش موجوده؟ الهاي ديسك. ماشي برضو عين لو شايل الجول بلادر ودي كولودوكال سيست ولا لا بيوريك مكانها الهاي سكان، لكن لو مش لو حتى الكولودوكال سيست احيانا تاخد نفس شكل الجول بلادر متبقاش عارفهم من بعض. ماشي ده النورمال جول بلادر احنا بتبقى بير شيبد ومش عارف ايه، ممكن تشوف فيها فارينجيال باوتش والكلام ده والنك والفندس كل الكلام ده انتوا عارفينه، والعين يبقى صايم ست ساعات وتتشاف السبكوستال مش عارف الكلام ده كله. الجول بلادر وول اقل من 3 مللي ماشي، والترانسفيرس دايمتر بتاع الجول بلادر 4 سنتي. ماشي لو انت راجل بتاخد سبيسيفيك سونار في حاجات بتشوفها الجول بلادر دي كلها فاريانت، يعني ممكن تشوف هنا مثلا اسمها فارينجيال كاب في الفندس ده نورمال، ممكن تشوف البتاع ده زي السيجمويد فيها مالتي سيبتيشي كله ده نورمال انومالي، يعني لما اشوف العين ما تقول له ما عندكش حاجه. في اجينيس في جول بلادر ده فيري رير وده لازم كونفيرمت بايه بالهايدا سكان زي ما قلنا. في انومالي في الجول بلادر لوكيشن تبقى اكتوبيك، يعني ممكن الجول بلادر تبقى انترا هيباتي. طب ايه مشكله الانترا هيباتي الجول بلادر؟ انت لو شفت الانترا هيباتي الجول بلادر ايه مشكلتها؟ حد يعرف؟ يعني انا افرض انت راجل سونار رائع وشخصت انترا هيباتي الجول بلادر ايه مشكلتها؟ حد يعرف؟ يعني معرضة لإيه؟ ده بالعكس ده محمية ده جوه ليفر تيشو ما تضغطش عليها ده زي الفل ده عايشة وقصر ليها جوه وليها في يعني مشكلتها في حاجة واحدة بس لو عين جه فيها ستونز ما يعرفش يدخل بالإندوسكوب يشيلها يدخل ازاي هو جوه الليفر هيفتح ازاي؟ ما ينفعش تتشال بالإندوسكوب بالذات، لكن ممكن لو فتح ممكن يفتح اللوب اللي فيه ويشيل، لكن ما ينفعش يقول لك هشيل جول بلادر بالمنظار وهي تبقى انترا هيباتيك ده يدخل يرجع للكلينيشن يقتلك يقول لك انت غشيت قلت في جول بلادر فيها سونا دخلت ما عرفت ما لقيتش ده بره الليفر مش جوه الليفر. لكن لو انترا هيباتيك جول بلادر هيشيلها ازاي؟ بالذات لو احتاس ودخل اندوسكو ما ينفعش يدخل يشيلها بالاندوسكو مفهومه ولا مش مفهومه؟ فمشكلة انت هيبقى الجول بلادر لو هيعمل عملية العيان احيانا بيبقى الجول بلادر اتنين ماشي بالذات في الستات، فالست ايه مرارتها ما تتفقعش لو عندها اتنين جول بلادر، بس دي برضو حاجة مش ميزة لو دوبلكيت جول بلادر عرضة يجي لها سون اكتر من اللي ما عندهاش ماشي، او سبتيت جول بلادر برضو دي تبقى ثانية هنكوم او في جول بلادر دايفرتيكولم دي حاجات رير وانت يعني ممكن تعيش عمرك كله ما تشوفش دبل جول بلادر ولا تشوف دايفرتيكولم ولا تشوف ايه سبتيتد جول بلادر. جول بلادر زي فاكرين اليوترس فيه بيبقى سبتيتد يوترس، الجول بلادر فيه سبتم فاصل الاثنين جول بلادر، بس هم ده عيوبهم انهم يجي فيهم باثولوجي كتير يجي فيهم ستون اكتر من نورمال، يعني ممكن يجي ستون في الدايفرتيكولم وفي البلادر الجول بلادر نفسها او العكس في الجول بلادر ما فيش حاجه الدايفرتيكولم ما فيه زي الدايفرتيكولم بتاع اليورين بتاع اليورين بلادر بالظبط. يعني بس الاجينيزيس اوف ذا جول بلادر او ابسيد دي فيري رير بتبقى معاها اذر انومالي وبس الالترا ساوند بيشوف ابسنت، بس اللي بيشخصها مين؟ الهايدا سكان. ليه؟ الهايدا سكان داخل انت كونتراست تتخزن ما تخزنتش يبقى ما فيش جول بلادر، بس هو ايه اللي اتلخبط بين ايه الهايدا سكان؟ مثلا عملنا عين هايدا سكان وما لقيناش جول بلادر يبقى احتماليه من الاثنين يا اما اكيد كولوسيستايتس لو في بين هو واحد صغير ما عندوش جول بلادر اصلا الاثنين ما تشوفش فيهم سنة ماشي عشان ما تتلخبطش، بس ده كلينيكال عيان ما عندوش جول بلادر ما جاش يشتكي من حاجه ده هي انومال انت اكتشفتها وانت تبقى فرحان طبعا لو اكتشفت انومال زي كده تعمل ما صح المفروض تنشرها لو انت اكتشفت عيان ما عندوش جول بلادر، بس تتاكد قبل مش للسونار بس وانت تعمل هايدا كذا كذا بتاع الهايدا ما عندوش بين ولا حاجه فنورمالي ما تشوفش صبغه جوه مين في الهايدا جوه الجول بلادر، لكن الديفرنشال دياجنوز بتاعها اكيوت كولوستاسيس، اكيوت كولوستاسيس بيبقى العين جاي في اكيوت بين ماشي؟ ادي عيان مثلا عملنا له سونار ما لقيناش، ابتدينا نعمل ايه بعد السونار؟
نعمل هايدا ونعمل ام ار اي. عملنا الام ار اي والام ار سي بي. انا شايف الام ار اي الكومن بايل داكت بس باينه, الجول بلادر مش باينه. بس برضو ممكن واحد يقول لي ده العيان ده مش صايم, في عيان ممكن صايم الجول بلادر كونتراكت, فما تاخدش بلاش فيها فلويد جوه الام ار اي. لكن الهايدا سكان حقناه 20 وصورناه بعد 20 مينت وبعد 60 مينت. بعد 20 مينت شفنا مين الموجود ده كومن بايل داكت, لكن هنا ما شفناش جول بلادر ولا هنا شفنا جول بلادر. يبقى ده كونجينيتال ايه absent او اجينيتس في الجول بلادر, يبقى ده شور ساين انها اجينيتس. ماشي. الانترهيباتيك جول بلادر احنا قلنا عليها دي رير. ماشي. احنا بس قلنا مشكلتها في ايه في الاوبريشن. لو قلتها للدكتور لازم تقول له دي انترهيباتيك, لانه مش هيدخل يعمل له عمليه, لانه عشان يعمل له اندوسكوب مش عارف يدخل. حتى لو ايفن دخل هيفتح الليفر تيشو. ماشي. فانت لو قلت له بس ممكن تبقى في اي حته, ممكن تبقى في الليفت لوب في الرايت لوب, لانه نورمالي الجول بلادر ما تبقاش جوه الليفر, ما تبقاش جوه النسيج بتاع الليفر, تبقى بره الليفر في الجول بلادر في وسط. مهمه دي عشان العمليه. ماشي. طيب الجول بلادر احيانا بتبقى ايه فيها مالتيبل سيبتيشن. ماشي. سبته في النص مقسمها كذا كومبارتمنت ملهاش قيمه, بس الا لو فيها ستون تقول له ان الانوملي اللي معها دوبليكيتد جول بلادر بيبقى في سيمتوم في النص بس معها ستون ولا ما حاجه. ماشي. برضو قلنا المالتيبل بتاع ده مالتيبل سيبتيشن جواها خلاها زي السيكا, شكلها زي السيكا بالظبط, برضو دي انوملي موجوده من ضمن الكونجنتال انوملي. نيجي في المهم الكتير بنشوف الجول بلادر ستون. الجول بلادر ستون قلنا احسن حاجه يشخصها مين؟ السونار, احسن من السي تي, احسن من ام ار اي, احسن من اكس راي, واحسن من اي حاجه. ليه؟ لانه كل الجول ستون سواء في كالسيوم ما فيهوش كله بيبان ايكوجينيك, كله بيصير اكوستيك شادو. لازم تشوف في الجول بلادر ستون ايه اكوستيك شادو, بس بشرط تبقى جايب البروب عمودي على ايه على الستون. ماشي. بس عادي يبقى صايم يبقى جول بلادر مش كونتراكتد, يبقى شايف الايه ادي الستون وادي البستيريو اكوستيك شادو بتاعها موجود. لو حركت العيان ميلته عن يمين وعن شمال مين اللي يتحرك؟ مفروض الستون. الا لو انبكتت في النك دي قصه ثانيه, بس نورمالي كل الجول بلادر ستون لما تحرك العيان يمين وشمال مين اللي يتحرك؟ الستون. وانت ما تعرفش تعمل الكلام ده الا في مين؟ في الالترا ساوند. ماشي. احيانا لو ستون اقل من 2 مللي ممكن صعب انك تشوفها, لكن لو انت دورت كويس هتشوفها برضه. لكن هو المشكله التدوير السريع والعيان الانكو اوبرتيف, العيان لما بيبقى اوكو اوبرتيف يعرف ياخد نفس ويثبت النفس, انت بتعرف تركز كويس, لكن عيان مش عارف يطلع النفس او يوقف النفس شويه بيبقى لو حاجه صغيره قوي ممكن صعب انك تشوفها. طيب قلنا 3 باترن اوف شادوينج. احيانا الجول بلادر الشادو بتاعها اللي بتديه ممكن يبقى كلين شادو لو سنجل ستون, لو كونفلونت تلاقيه كذا واحد شادو, لو مالتيبل ستون جنب بعض, او جول ايكو شادو بيبقى ايه الجول بلادر فيلد ويز ستون كلها مليانه مش قادر يشوف فيها حته فيها بايل كلها حصوات, فتلاقي ايه وول ايكو شادو. ماشي. ادي مثال اهو جايب لك ده الستون ده كلين ولا مش كلين الشادو ده؟ كلين اهو خط باين, يبقى ده سنجل ستون. لكن شايف الشادو ده كونفلونت كذا واحد لانهم كذا ستون مليانه ستونز, فده ايه اسمه مالتيبل شادو. ماشي. طيب الديبندنت ديبريس في الجول بلادر, احيانا الجول بلادر بشوف فيها سلادج او مض وعلي مض او سودو مض او بلاد او بص او ميلك اوف لايف. هو الكومن احنا بنشوف المض او السلادج ده. السلادج دي عباره عن ايه؟ عن انسبيسيتد بايل, يعني بايل زي المض بالظبط, حتى يمثلوا لك زي المض. مض بيبقى تخين وحصل له اجريجيشن في الجول بلادر ما نزلش مع كونتراكشن. هو ايه مشكلته ده؟ وهي مستيزس مشكلته عنده برضه عرضه يجي له جول بلادر ستون اكتر. هو ممكن المض ده بعد فتره فوق الاب ممكن ينزل والعيان بيعدي بصل منه, لكن كتير من عيانين البض يجي لك برضه السلادج او المضج ده يجي لك بسيمتوم زي الستون بالظبط. بيبقى كل جول بلادر تبقى في ستات اكتر, احنا عارفين قاعده الخمسه اف, مش عارف تبقى 40 فاتي فيلسي مش عارف ايه, الخمسه اف اللي كنا واخدينه زمان. برضه المض ده نفس الكلام بيجي مع الستات اكتر في برينس اكتر عشان يكتب الهرمونال ديستربنس, بيجي في العينين اللي عاملين البون مارو ترانسبلانتيشن. في بعض الحالات بيزور في سبونتينيوس وبعض الحالات بيرزيست وبيتكون جواه جول بلادر ستون اكتر من عين النورمال. الكومبليكيشن بتاعته ممكن يعمل بيريالي كوليك
هو يعمل ايه بقى البنكرياتات ازاي وزي الستون بالظبط. لو سلادج نزلت وسدت بنكرياتك ضغط في الارتقاء بتاعها ممكن تعمل بنكرياتاس. ادي المط اهو عباره عن ايه، حاجه كده مش كلير فليويد جراي، والعيان برضو لما يتحرك المفروض تتحرك مع ايه، مع مع البوزيشن بتاع العيان، تقلبه يمين تيجي في الفانس، تقلبه شمال يجي تحت في النك بتاع الجول بلاك. في برضو احيانا المط ده بيبقى اجريجيتد سلادج او سيمنيومها سلادج بول، هتلاقيها بول موجوده ايه جوه الجول بلادر بس ملهاش بصير اكوستيك شادو خالص، وهتجي لك من كلينيشن اي دكتور كلينيشن يقول لك ده جول بلادر ستون، لكن دي عباره عن انسبيسيتد او سلادج ماتش، بيبقى برضو ايكوجينيك مش بصير اكوستيك شادو، ممكن يتحرك برضو مع حركه العيان ماشي، لو حركته يمين شمال لو هو مش بيبقى اتاتشد لول فبيتحرك برضو مع العيان، برضو العيان ده بيبقى سيمتومز جول بلادر ديزيز زي الستون بالظبط. يعني البلاد جوه الجول بلادر ده انا شخصيا ما شفتش حالات، لكن ممكن يقول لك في بعض العيانين تشوف، انا شخصيا ما شفتش حد عنده بلاد جوه الجول بلادر. ميلك اوف كالسيوم بايل اسمه لايمي بايل، يعني بيبقى البايل كله بقى زي الجير، عارف انت الجير لون الجير الابيض زيه بالظبط، تلاقيه عامل زي الميلك اوف لايمي بايل، هو ده بيبقى غرير برضه تشوفه في الجول بلادر، في السونار بتشوف كانه زي حاجات كده بيضة كلها ماسكه في بعض، ممكن تدي بستيريو اكوستيك شانل وممكن تغلط فيه تقول عليه ده اجريجيتد ستون، لكن في السي تي بيبقى منظره اوضح شويه. برضو ده اكس راي عاديه، وفي ده ايه الجول بلادر كلها مرسومه بايه بميلك اوف كالسيوم بايل. طيب نيجي لاكيوت كوليستايتس. احنا قلنا الاكيوت كوليستايتس دي عباره عن ايه الباثولوجي بتاعها عشان بس ما تلخبطش الاكيوت من الكرونيك. اكيوت انفلاميشن في الجول بلادر، فده لازم يشترط يكون معاه ستون ولا ما يشترطش؟ ولا السؤال ما يشترطش، بس الكومن بيبقى مع ايه؟ مع ستون 90%، لكن في حالات تجي لك الاكيوت كوليستايتس معهوش ستون، خلي بالك من النقطه دي عشان ما فيش حاجه اسمها كرونيك كاركتر عشان نيجي لكده. يبقى الاكيوت يما كالكولر يا كالكولر ماشي، وهو انت لو سافرت بره كل ستون ما بيقولوش عليها ستون زي يعني لو حاجه في الرينا يقول لها يورو لايسيزس، في الكول بلادر يقول لك كولي لايسيزس، يعني هم متعودين على الترم ده، حتى لما تقراها في الليتريتشر كلهم يقول لك ده كولي لايسيزس في الكومبايلات كولي لايسيزس في الجول بلادر، لكن احنا متعودين نقول ستون. فاحنا الكوليستايتس دي نوعين، يا اما كالكولر يا اما ايه يا كالكولر. طب ايه الساين احنا نشوفها في السونار؟ اول حاجه احنا عندنا الميرف ساينس او بين تندرنس لما تيجي تقرب البروب، بس هو كل الستات بتيجي تعمل لهم سونار اول ما تحط على بتقول لك بس دي مش ميرف ساين ماشي، هي دي ميرف دلع شويه هتبقى بقى جاي لك في دكتور قال لها جول بلادر اول بتحط البروب لا مش ميرف ساين، دي بتبقى العين فعلا بيبقى باين من البين، انت لما تشوف جول بلادر في وشك اول ما تاتش البروب يبقى ده ميرف ساين ماشي. ممكن يعني يبقى معاه فيفر ومش عارف ايه لوكوسايتوزس، الالترا ساوند او الهايدا سكان هو الفايزر. لو جينا عملنا هايدا سكان ادي احنا هنبص في التصوير ده والتصوير ده. احنا هنا شايفين جول بلادر ولا مش شايفين؟ شايفين ولا مش شايفين؟ شايفين اهو، ادي جول بلادر، انتوا مش شايفين؟ مش ده جول بلادر؟ وادي السي بي دي، وادي السابقه نزلت السمول باول، يبقى ده فيها كوليستايتس ولا ما فيهاش؟ يعني ما فيهاش ماشي؟ خلي بالك اصل انت حالك كوليستايتس دي مان كالكولر تبقى انت محتار فيها، مش قادر في السونار تحلف 100%. لو انت عيان مهم قول له اعمل هايدا سكان، انا مش قادر اقول ده اكيوت اكالكول الكوليستايتس ولا مش عارف مين يحل المشكله دي الهايدا سكان. لو انت كنت في السعوديه او في حته فيها عيان مهم اطلب له الهايدا سكان لو انت مش عارف. طب لما جينا عملنا العيان ده عملنا له هايدا سكان وصورناه، ده مين ده الشكل زي ده الليفر، طب فين الجول بلادر؟ مش موجوده. وده مين ده الانتستين؟ يبقى ده الجول بلادر مش باينه، يبقى فيها ايه؟ انفلاميشن واديما، والاديما ما تعرفش تدخل الصبغه مش عارفه تدخل جوه الاديما ماشي، فالاديما مش عارفه دي صبغه بتدخل جوه بايل داكت، فالجول بلادر نيك تلاقي اديمتس والسي بي دي اديمتس، فالصبغه تطلع على مين الحتت اللي ما فيهاش اديمتس اللي مسلكه الكومن بايل داكت تطلعها على التستن على طول، لكن ما تعرفش تدخل جوه الجول بلادر ماشي. يبقى الهايدا سكان مهم جدا يشوف لك الاكيوت كولوستايتس بالذات لو ايه؟ كالكولر كولوستايتس ماشي.
طيب السونار بيشوف ايه؟ السونار طبعا بيشوفها كويس، لكن احنا بنقول الحاجات اللي بتبقى صعبه شويه. السونار بيشوف الجول بلادر فيها الول سيكند، ويشوف الجول بلادر ديستند، ممكن يشوف جواها ستون، ويشوف حته مهمه جدا جدا مش شايف غير في السونار، ويشوف بريكولوسيستيك فلويد كوليكشن، بيشوفها حلو قوي السونار. لو عملت عليها دوبلر بيلاقي فيه برضو هايبر فاسكولاريتي فين في الجول بلادر وول. هنشوف ادي عيان عنده اكيوت بين في الرايت هايبوكوندريا، وجي عملنا له سونار، ايه اللي احنا شايفينه؟ جول بلادر سكور، مش مفيش في ليود انا شايفها، لكن في النك بتاعتها في حاجه كده عامله زي اليونر كده، زي اليونر شيب ومع بوسيريو اكوستيك شادو امباكتد في النك. يبقى ده ايه؟ ستون. يبقى الستون عملت ايه؟ يبقى ده اكيوت كالكولر كل ايه؟ كوليسيستايز. ماشي، ادي عيان تاني برضو. الحاجات اللي بتعمل جنراليزد الاديما في الول سيب جول بلادر احنا قلنا عليه. طيب لو قلنا عيان برضو تاني، نشوف عيان تاني، ادي عيان عملنا عنده اكيوت كوليسيتايتس، جينا حطينا عليه دوبلر، احنا شايفين الفاسكولاريتي في الجول بلادر وول ايه؟ زايده، يبقى ده انفلاميشن. وانسى انك شفت الساين دي، هي صعبه شويه ما بتشوفهاش كتير في العيانين، بس وانسى انك شفتها، سواء شفت السون او ما شفتش السون هتقول عليها ده ايه؟ اكيوت كوليسيتايتس. برضو ادي السونار، ادي الجول بلادر سكند وول، وفي بريسيستيك فلويد كوليكشن حواليها، وادي السي تي نفس الكلام، يبقى ده اكيوت كل ايه؟ كل ستايتس. سواء شفت ستون تكتبها كالكولر، لو ما شفتش ستون تكتبها ايه؟ كالكولر كل ستايتس. ماشي؟ يبقى مهم جدا اكيوت كل ستايتس ممكن تبقى كالكولر ده الكوما، وممكن تبقى كالكولر. نشوفها بايه؟ بالسونار، نشوف الول سيكن، نشوف بريسيستيك فلويد كوليكشن حوالين الول، ونشوف دوبلر لو لقينا فاسكولاريتي زياده. طبعا عملنا الحاجات دي كلها ومش شايفين اي حاجه، والعين بيتالم ومش قادر تعمل له حاجه، هتعمل له ايه؟ الهايدا سكيب. ماشي، المفروض الهايدا نورمالي ما تشوفش الجول بلادر، ما هي دي ما فيش سبب تدخلها، نورمال ما تشوفش الجول بلادر في الهايدا سكان. الهايدا سكان اقوى سنه لو السونار ما ادالكش فاين. طيب الكومبليكيشن بتاع الاكيوت كوستايسس ممكن يحصل سبيوراتيف، يعني زمان الكلام ده، دلوقتي الدنيا يعني ما فيش عيان بيستنى على نفسه، زمان عينين كان العيان ممكن يسيب نفسه، ممكن يدخل جانجرينس كوستايس او الفيزيميتاس او الهيموراجيك او جول بلادر بالفريش. ايرير الحاجات دي ما بتشوفهاش دلوقتي، لان التكنولوجيا اتقدمت والسونار حل لنا المشاكل دي كلها، فما بقتش الامور دي تشوفها. عيان مثلا جاله سابيوراتيف مبيم، يعني فيها اير، هتلاقي الجول بلادر مليانه فيها بتاع ده، وتلاقي في شويه هواء اير بابل كده موجودين، الاير بيبان ايكوجينيك في السونار، او تشوف في بص جوه الجول بلادر ده ايه؟ سابيوراتيف مبيم. ماشي؟ ممكن بعده يحصل جانجرينس الجول بلادر، يحصل فيها جانجرين، فتلاقي في حته تسلافج من الجول بلادر في السونار. برضو ممكن برضو يحصل جانجرينس جول بلادر، هذه حته من السونار ابتدى يحصل فيها سلافنج نتيجه الانفلاميشن، يتساب لغايه ما حصل فيه جانجرين. في زيمتاس كوستايس احنا قلنا عليها بتيجي في العينين اميون كومبرومايز، في العينين الدايابيتك، لو انت سافرت بره العينين اللي عندهم ايه؟ اتش اي في ديزيز. ماشي؟ بنشوف اير في الجول بلادر اليومن، في كذا ستيج، لكن هو بيتشاف او في الاكس ري وبيتشاف في السي تي حلو قوي. في السي تي او في شاف في اير موجود على الصدمه كوزال وول في الجول بلادر، وفي في الفاندس. ماشي؟ وفي اير فلويد ليفل مع الفلويد، يبقى ده شور ساين انها دي ايه؟ في زيمتاس كوستايس. السونار بيبقى صعب شويه لانه الاير زي الستون، الاثنين ايكوجينيك، فبيبقى صعب عليك انت. لكن لو العيان بتشوف عيان سخن ومش عارف ايه وليك لونج ستاندنج كذا كذا وشكيت فيه في السونار، لازم تعمل له ايه؟ تعمل له سي تي. الاكس ري بيشوفها حلو قوي، احنا قلنا الاير بيبان يرسم الايه؟ الجول بلادر، تصب كذا الاير كانه الجول بلادر مرسومه، وفي هواء جوه، مين ده الهواء ده؟ جوه الجول بلادر، مش في انفيزيمس كوستايس، انفيزيمس ده جاز فورمنج اورجانيزم، فبيكون هواء في اي حته، فوانس ما جه في الجول بلادر بيكون هواء فين؟ في اليومن بتاعها، وبيكون هواء في الصب ميكوزال لير. جول بلادر بريفوريشن يعني من كومبليكيشن دي رير قوي، بس انت بتشوف حوالين جول بلادر في ابسس مع انفليمد جول بلادر ولونج ستاندنج، بتقول عليها جول بلادر بريفوريشن. ادي برضه بريفوريشن في بولوسيست ابسس تكون حوالين ايه؟ الجول بلادر. الكلام ده قديما، دلوقتي بعد الدنيا ما يعني بقتش الامور زي زمان، بقت الحاجات دي ما بتشوفهاش. برضه الهيموراجيك كوستايتس دي رير انتيتي، شوف الجول بلادر مليانه ايكوجينيك بلاد باين في بتاعنا، لكن هو في السي تي بيبان ايه؟ الهيموراج هايبر دينس شويه. شوف مكان البرفوريشن فين، احنا المفروض نحدد شوفي ابسس حوالين، شفت ابسس حوالين الفندس، قول البرفوريشن
لو شفت ارسس جنب النك تشوفه، لكن البرفوريشن مش هتشوفيه في السونار. ماشي. الكرونيك كوليسيتس دي عاديه، عيان اي عيان جاي لك هو مش فيش ما عندوش اكيد بي وعنده ستور، لكن مش جاي باكيد بي، لكن هو جاي فولو اب اي سبب جاي يفلقي احنا في جول بلادر فيها ايه، فيها ستون، لكن ممكن نشوف الوول سيكند او مش سيكند، لكن هو مش في بين، ما نشوفش بين الكروستيك فلويد، لو حطينا دوبلر ما نلاقيش فيه فاسكولاريتي عاليه، لو عملنا هايدا سكان الجول بلادر تملي عادي لان ما فيهاش انفلاميشن. ماشي. الستون دي ممكن تبقى سنجل او مالتيبل، بس هو النقطه احيانا برضه الستون، النقطه اللي انا عايز اكد عليها ما فيش حاجه اسمها كرونيك نال كالكولر، لما تشوف السيكند جول بلادر ما فيهاش ستون حتى العيان ما بيشتكيش من حاجه، تقولوش كرونيك نال كالكولر، مع ان في دكاتره سونار بيكتبوها لغايه دلوقتي، بس ده كلام مش صح. احنا قلنا جول بلادر ديزيز كتير جدا، انا عنده رينال اندرنت، عنده ليفر سيروزس، كله ده يعمل سيكند جول بلادر، عنده مش ساين كويس، عنده هايبو قلبه بنيمي، اي حاجه بتعمل سيكند جول بلادر هون. لو ما فيهاش ستون دونت رايت ات از ايه كرونيك نال كالكولر، ذيس مس نومر تيرم، ولا تعملش كومنت عليه. لو العيان عنده سيروتيك ليفر قول له والله الجول بلادر سيكند وول ده نتيجه الهايبو البومين، مفيش شكوى. اصل انت لو قلت له كرونيك نال كالكولر العيان الدكتور الجراح هيفتحه ويشيله من هذا، احنا هيتعرضوا لريسك اكتر من ده. لكن لو هي لو فيها ستون اكتب قول له كرونيك نورمالي، لو اي جول بلادر بيجي فيها ستون حتى لو ما فيهوش انفلاميشن ما فيهوش دايما الجول بلادر قول سيكند شويه. ماشي. ادي بورسلين جول بلادر في السونار شايفها ازاي، بس انت مش هتعرفها بورسلين برضه حتى في السونار، هتلاقي في حاجه عامله اكوستيك شادوينج ورا هتفتكر انها ستون مان الجول بلادر كلها، لكن لو عملت لها اكس راي او سي تي بيشوفها احسن، انا بشوف الفوليوم كانها 1 فوليوم، لكن انت في السونار ده كونفلونت اوف شادو تبقى صعبه تشوف البورسلين. لكن لو هي يعني ما قدرتش انت تقول عليها انها بورسلين، لو شكيت فيها اطلب لها سي تي او اكس راي عادي. ماشي. فيري رير الزانسو جرانيوماتس كريستايس دي فيري رير برضه من الحاجات الرير قوي، لما تشوف في الايه الحاجات اللي بتبان بعد الـ البوسكروستيكتومي تشينج. طيب خلينا في البوليب والادينوميماتوزس، دول اللي كتير بيخطئ فيهم بالذات الدكاتره اللي نان راديولوجيست، يعني كل العيان الدكاتره نان راديولوجيست يعمل عين سونار في العياده ويقول له عندك البوليب، يقول له عندك جول بلادر ايه استو، والعيانين الادينوميماتوزس ادينوماتوزس ده فيهم كديفيوز او الفوكال، لو انت برضو بتشوفه بتفتكره ستون، خلي بالك هو ليس ستون. هنبتدي بالبوليب، احنا قلنا البوليب دي بتبقى من كوليسترول او مش مهم من انواعه، بلاستيك ونن وبلاستيك مش مشكله، بس هي القصه في البوليب دي حجمها كبير اكتر من 1 سنتي هتبقى بري كانسر، فلو في بوليب كبيره هتلاقي الجراح جابها لك فول اب، انت ما تستغربش ليه جابها فول اب، لانها لو قعدت ستيبل في خلال سنه وسنتين يبقى دي ستيبل، لو كبرت لازم يدخل يشيل جول بلادر عشان انها تبقى ايه؟ بري كانسرس. ماشي؟ او كاتب لك هو البوليب بيقول لك البوليب نوت نسيسري بناين، لو سيسايل بوليب اكتر من 1 سنتي يبقى دي اجريسيف، لو 1 سنتي وما فوق تبقى ايه؟ لو اكتر من 1 سنتي تبقى دي ايه؟ غالبا فيها انفيزيف مالجنس لازم تتشال. البيشن بيبقى اكتر من 50 سنه وممكن يبقى معاه كونكرنت جول ستون، ممكن معاه ستون او ما معهاش، والدياجنوز بتاعها بيبان بالتشخيص بتاع. احنا قلنا سيسايل او بلانكريت، بلانكريت يعني ليها رقبه يعني زي دي، ادي بوليب ليها بيديكل، لكن دي بوليب سيسايل ملهاش يعني قاعده على الاباتنج الجول بلادر وول، فالاثنين دول حجمهم كبير اكثر من 1 سم اي جول بلادر بوليب لازم الجراح يبقى عارف، وممكن يدخل يعمل عين كولستيكتومي عشان الجول بلادر جاست انها حجمها كبير بس. ماشي. لانها بري كانسرس بالذات لو اكثر من 1.5 سم. ماشي. يبقى البوليب احنا ايه اللي بيلخبطنا، البوليب عندنا ممكن تيجي ايكوجينيك وممكن تبقى ايزوكوب وممكن تبقى هايبوكوب ثلاثة، بس البوليب بتبقى اتاتش لمين؟ ما معهاش ايه تاني مهم جدا؟ معهاش بوستيريو اكوستيك شادو، بس هو اللي يخوفني منها لو حجمها فوق ال 1 سم هي تخوف، لو هي اقل من 1 سم نقول لها فولو اب وخلاص. ماشي؟ ايه؟ بص فولو اب لمده يعني كل 3 شهور تعملها سونار، هو انا كان حالات بتابعها هو الدكتور الجراح قال لي لغايه سنه، لغايه سيول انا ما خلصتش، لكن لو بتكبر وانسى انها عدت، كل مره بتكبر بيشيلها عادي، بيشيل جول بلادر على طول لانها بري كانسر. ماشي. بس هي النقطه البوليب كتير تبقى ايكوجينيك بوليب بيشخصوها الجماعه الكلينيشن انها ماستور. ماشي. فانت ما تغلطش في الغلطه دي. الثانيه الادينومايوميتوزس،
الادينوميتوزيس ده عباره عن ايه؟ بيقول لك الجول بلادر بيحصل فيها هايبر بلاستيك كوليسترولوزيس في الجول بلادر وول، يعني بيحصل البريسيبيتيشن او هايبر كوليسترولوزيس في الجول بلادر وول، ممكن يبقى سيجمنتال او ديفيوز. هو المشكله بتاعته بتلاقي فيه ايكوجينيك فوساي على الجدار ومديها باك شادو زيها زي الستون، فانت تتلخبط ممكن تكتبها ستون. فتيك كير ما تتعملهاش ستون، لان في فرق بينها وبين ان لو حركت العين ما حركتوش هتلاقيها ثابته لازقه في الجدار ما بتتحركش مكان. ماشي، اوريك انا حالا. انت لو عايز تقرا الباثولوجي بتاعها اقرا الكلام ده. ادي عيان مثلا عنده ايه ديفيوز ادينوميتوز في الجول بلادر. لو احنا بس شايفين الكوميتيل عامله زي المذنب، شايفين المذنب واخده كل الجول بلادر انتيريور وبوستيريور كلها فاندس ونيك كلها. ماشي، هل دول نقول عليهم ستون ولا ما نقولش؟ ما نقولش ستون، مش بديه باك شادو، ولو انا حركت العيان مش هيتحرك. ماشي، يبقى اسمها ديفيوز ايه؟ هيبقى جاي لك من الدكتور كلينيشن يقول لك الدكتور بتاع البطنه الكبد دايما العيان بيصدق العيان الدكتور الثاني اكتر منه، تقعد تقول له مش ستون برضه مش مصدق مش شايف. تقول له بص انا هكتب لك الموجود وانت ايه؟ روح لحد ثاني ويصرفك، لان هو بيقول له ده حصوات وانا لقيت فيك حصوات ومش حصوات. بيبقى دول صب بتاع صب ميوكوزال بريسبيتيشن في هايبر كوليسترولوزيس، بيبقى يا اما ديفيوز يا اما لوكالايز. لو ديفيوز بيبقى كوميت تيل ابيرنس او رينج داون ارتيفاكت، تلاقي فيها نقط عامله زي الكوميت تيل بالظبط واخده الجول بلادر، اسمها ايه؟ ديفيوز ادينو ايه؟ مايوماتوز. طيب برضو ممكن ادي اهو يعني عنده برضو جول بلادر فيها مالتو سبيكوزا ايوجينيك فوساي وعامله كوميت تيل ابيرنس في السونار وعامله في الابار هاي، يبقى ديفيوز ايه؟ ادينو مايوماتوز. ممكن يبقى سيجمنتال، يعني بتلاقي جزء من البلادر جول بلادر فيها وجزء ما فيهاش، اسمه سيجمنتال برضو ادينو ايه؟ مايوماتوز. ليه؟ في الام ار ولا السونار؟ ايه اللي سيكند؟ الوول سيكند طبعا، طبعا سيكند. ما هو الميكوزا والوول كلهم سيكند وفيها بس بريسبيتيشن هايبركوستروز في الصب ميكوزا. مفيش ستون، ما دول مش ستون، احنا ديفيوز ادينو مايوماتوز. في كان في الوول وفي كوليسترول مترسب تحت الميكوزا بس ما بيتحركش حضرتك، ما ديش باك شادو، ايد الكوميت تيل ابيرا زي المذنب كده. بس الادينوميتوزس بيبقى معاه الحاجات الفصاي برايت دي، لكن الكوليستايس بيبقى سيكند بس لو هي اكيوت. مثلا احنا قلنا اكيوت اكالكولر الاثنين فيهم سيكند وول، لكن سيكند وول الثاني بيبقى معاه الدوبلر وفي بريفستيت فيوكيولوجي. لكن انت حضرتك لو شفتي البص هتشوف الصوره دي السايده او لونجيتيودنال. بص حضرتك اللونجيتيودنال دي الفصاي كلهم ليميتد لمين؟ الصب ميوكوزال ريجون، واخده داير ما يدور قدامه ورا وفندس ونيك. لكن لما تيجي حضرتك تحركيهم ما يتحركوش، لو جيت قلبت العين يمين شمال نفس المنظر، فده عيب. يبقى دكتور سوماري يكتبه دستور. يعني انا بقول يعني انت لو مكتوب من دكتور باطنه او دكتور كلينيشن لا يؤخذ، لكن انت لو انت كتبته كلينيشن دستور لانه هو بيشيلها وما بيلاقيش ستون يبقى منظرك وحش قدام، فممكن ما ارضاش اقول لك بس يبقى شالها جوه منه. ماشي؟ دكتور عبد الله اسمع، ساعات بيبقى الواحد يشوف زي هايبر بوك في الصين موجوده في الوول. تمام. مش عارف يعني مش عارف دي مثلا ادينو مايوماتوزس ولا دي المرحله اللي هي قبلها الكوليسترولوز. بس الكوليسترولوز ما بيجيش في الوول، بيجي في الوول ده الادينو مايوماتوزس بس. هو ممكن يبقى سيجمنت ده ديفيوز. يعني ده هايبر بوك ما بيتحركش مع ده ما اتحركتش بالادينو مايوماتوزس. يعني ما فيش الدايجنوزس ده ما بتكتبش. لا ما بتكتبش طبعا. فكره الادينوميتوز خلي بالك اصل دي تزعل. انا شفت دكاتره اشعه كاتبينها ستون وجاتني وقلت للدكتور لا ده ستون على اللي هو الكوليسترولوز برضه بيبقى في اليوم اتحرك واتحرك معاك، لكن ما يتحركش ده ادينوميتوز. ودي كومن بتشوفها كتير ادينوميتوز بيتشاف، انت لو ركزت فيها هتشوفها. اصل هو مشكله الدكتور حاجه اللي ما يعرفهاش ما بيشوفهاش، لان هو ما يعرفهاش انت عمرك ما تتوقعها. يعني انت لو مش عارفها هتقعد تشوف شويه بصايه كده دنس وتحس انه الكوميت تيل دي كانه في ليها باك شادو، فتكتب صب ميوكوزال تكتب دول سمول جول بلادر تاتش للول. مش حاجه اسمها كده جول بلادر تاتش للول، الجول ستون تاتش للول، لا لازم الستون دي تتحرك مع حركه العين.
ماشي. فانا مش عايز بس عيب انك انت كرادولوجي تكتبها. هو الكلينيشن الستون ما بيكتبش، هو بيقول بقه خلاص، لكن انت بتعمل عليك حاجه. ممكن تبقى سيجمنت الحته بس في الجول بلادر، الفندس بس او اي حاجه. هنا فندس بس فيها ايه؟ سيجمنت الادينوميماتوس. برضو ده ديفيوز ولا ده لوكالايز؟ ديفيوز. كل الجول بلادر متاخده ورا وقدامه كله. فده كذا صوره انا جايبها لك في كذا صوره. فانت انا عايز ده لازم تكتبه ادينوميماتوزس وليس ستون، تمام؟ خلاص، هي دي بس النقطه اللي انا عايزك انت ما تغلطش فيها. خلاص، يبقى الجول بلادر ادينوميماتوزس ولا البوليب، مش عايزين نغلط فيها. والله دكتور بتاع بطن عملها وقال له كذا، يقول له والله انا دكتور اشعه وانا عندي قواعد في الاشعه، بكتب القواعد اللي انا همشي عليها. لكن انا ايكوجينيك فوكس جوه الجول بلادر، معاش بيصير باك شادو، وممكن تتحرك عليها ما تتحركش. البوليب ممكن تتحرك وما تتحركش على حسب، بس البوليب غالبا ما بتتحركش، تبقى سايل او دانكليت ما بتتحركش، لكن الستون بتتحرك. لكن هو التاني بيشوف حاجه ما بيقلبش العين، هو وانس شاف حاجه جوه العين، هو اصلا بيبقى العين انت عارف العين مزعج، عارف العين في الشكواه مزعج للدكتور، فالدكتور عايز يصدق ما يلاقي له حاجه سبب عشان يسكت العين، لو عندك كذا الالم هو اللي بيسبب. لكن انت مش هيزعجك العيان قوي، فقول له ده بوليب وليس جول بلادر. والبوليب احنا قلنا خطورتها لو اكتر من ايه؟ 1 سم، لانها بتبقى بري كانسر. الادينوميماتوز قلنا فصاي، فصاي دي بتبقى ايكوجينيك فصاي، موجوده في الصب ميوكوزال لير، صب ميوكوزال لير. لو حركت العين ما تتحركش مع الول سيكل، ويبقى ممكن ديفيوز او سيجمنت. لكن لو حركت العين يمين شمال ما تتحركش ولا تتحرك المكان. ماشي، ممكن يكون معاه ستون برضه، يبقى عنده ادينوميماتوز معاه ستون، الاثنين كومبايند مع بعض وتكتبهم الاثنين مع بعض. لكن ما ينفعش ادينوميماتوز وانت دكتور اشعه تكتبها له ستون. ماشي، خلاص اتفقنا. الجول بلادر كارسينوما برضو يعني الحاجات الرير قوي انك تشوفها، ولو شفتها برضو في السونار يعني شفتها اطلب لها اذر موداليتي، هتلاقي في ماس موجوده، والماس دي فيها ايه؟ واخده جزء كبير وليها انتر لومينال كومبوننت، اطلب لها ستي او ام ار اي عشان نشوفها احسن. يعني انت ممكن تبقى معاها ستون، يعني ادي ماس جول بلادر ومعاها ستون جوه، مفيش مشاكل. ادي برضو جول بلادر ماس كبيره وفيها هايبر فاسكولاريتي في الدوبلر، لكن في السي تي باينه حلو قوي انها ماس جوه ايه؟ جوه الجول بلادر. نفس الكلام برضو جول بلادر كارسينوما فيها ماس، وادي عملنا لها ايه؟ السي تي باينه احسن من السونار والبتاع. ادي برضو سيجنت ترينج ابيرنس في الكارسينوما في جول بلادر، عليها شكل كده واخده ماس، واخده جوه كل الول جوه الجول بلادر. عملنا لها السي تي برضو نفس المكان، ومعها ايه؟ ومعها لينفنود هنا في البورتا هيبتس، مالتيبل لينفنود. الفولفس جول بلادر يعني حاجه قريب قوي، الحاجات اللي مكتوبه لو الجول بلادر نيك الكبيره او الميزنتري بتاعها ممكن تتلف على بعضها، والعين يجي لك بسيمتوم بتاع الجول بلادر ايه؟ اكيوت كولوستاتس. ما بتشوفش الجول بلادر ديستندد جامد، وممكن جواها اي حاجه بقى مض او ايه، صعب انك تشخصي بالشخص انتر اوبراتيف، صعب انك تشخصها في السونار. طيب لو احنا ما شفناش الجول بلادر في عيان، ايه الاحتماليات بتاعتها؟ بريفيس كولوستيكتومي، يعني عنده كرونيك كالكولا كولوستايتس، بس الجول بلادر ماركت اللي كونتراكتد ومليانه ستون، وانت مش قادر تشوفها ابدا، تقعد تصومه بقى ما تصوموش، هل بيبقى صعب انك تشوفها. لو في برضو عيان عنده بورسلين جول بلادر ومديها شادو ورا، تبقى مش عارف تفتكرها الديودينم او تفتكرها بقى واللوب فيها هواء جواها، برضو ممكن ما تشوفهاش. لو العيان جول بلادر ابسنت او اكتوبك لوكيشن موجوده جوه الهيباتيك لوب الليفت هيباتيك لوب، او فيها تيوم افكتيف او جول بلادر كارسينوما ماليه كل الجول بلادر. ماشي؟ لا ما لهاش، هي نفس الاكيوت كولوستايتس بالظبط، اكيوت كالكولر. هي ليه حضرتك تعرفيها من الهيستوري؟ يقول لك انا عندي جول بلادر من 10 سنين، تمام؟ طب ايه اللي ايه الجديد؟ ما انت عندك جول بلادر وعايشه بيها يا حاجه طول العمر. تقول لك عندي الم فظيع من اول النهار، عمره ما جاني. انت تعملي الساين هتلاقي اكيوت كالكولر، تلاقي دي متسغول في بيريكولستيك فلويد، وتلاقي ايه الفاسكولاريتي بتاعت الدوبلر تلاقيها ممكن زياده، فده اكيوت. بس هي اكيوت اون توب، ان توب عرفتيها حضرتك من مين؟ من الهيستوري بس بتاع العيان. ماشي، يعني الكلام ده الجول بلادر مش عارف تبقى المايكرو جول بلادر، الكلام مش هتشوف. في حاجه اسمها ميليزي سندروم، هو ده بيجيبوه في امتحان بس، وانت لا هتشوفه ولا عمرك هتقابله، بس امتحانات كل واحد معاه فيلم من 20 سنه حطه جوه خزنه بتاعت الفلوس، كل ما يجي امتحان يجيبه لك انت ايه، تبقى عارف ميليزي.
يوريك الفيلم وكأنه ميريزي ده بتقابله كل يوم يعني في الشارع تسلم على ميريزي. كان في دكتور مشهور قوي بتاع بطن مات الله يرحمه، كان بيسقط هو برضه دي بتتعب بحزازيه، هو راجل شاطر فعلا وكان اشهر يعني الناس شفته في حياته في البطنه. كان مره بيمشي في الطرقه وبينتحر واحد دكتوراه، فبيقول له بيقول له الدكتور فلان مدرس مساعد وسلم على العيان ماشي خلاص. دخل اللجنه ينتحر قال له عيني اللي سلمت عليه في الطرقه ده عنده ايه؟ والله وسقطه والله في الدكتور. هو عنده اكروبيج لايده كبيره، لو انا هسلم على عيني اشوف ايده كبيره ولا ايده صغيره. فميريزي سندروم كده، هتلاقي كذا فيلم مع بعض الاساتذه ويحط لك ويقول لك ده ما عرفش ميريزي سندروم، يعني ميريزي يا عم المهم. فميريزي سندروم يعرفه بس ايه للافلام المحطوطه في الخزنه، بيقول لك ستون تبقى موجوده فين؟ في الدكت، في السيستيك دكت، وبتعمل كولوسيستايتس. ادي كل ميريزي سندروم، ادي صوره اهي، ادي انا عنده كولوسيستايتس بس في ستون موجوده فين؟ في الكومن دكت، في الكومن بايل دكت. استون نزلت ما كانوش جول بلادر بس سدت الدنيا تحت، فلما سدت الدنيا تحت حصل انفلاميشن، البنكرياتك داكت وسعت والجول بلادر حصل فيها ايه؟ كوليسيستايتس. ماشي؟ ادي ميريزي سندروم. ماشي؟ فانت لو شفت عيان معاه سي تي ولا معاه ام ار اي فايه افتكر موضوع ميريزي سندروم للامتحان بس، لكن انت مش هتشوف ميريزي سندروم. البايل داكت برضو بيجي فيهم ايه والبتاع ده بيجي فيهم نفس الباثولوجي، ممكن كل لايسيس ستون في البايل داكت او هيباتولايسيس ستون في جوه الانترا هيباتيك او حاجه اسمها كولودوكال سيست والبيليري اتريزيا والبيليري ستريكشر، ده كل ديزيز والبيليري ليكج والكولانجيوكارسينوم والبنكرياتيك والامبولار تيومر. هنيجي للكومن بايل داكت ستون. احنا قلنا الستون يا اما تبقى كومباينيشن، يعني اي دكتور لما يعمل لك سونار ويجي العين يعمل عمليه بعمل سونار من 6 شهور لازم يجي يعمل له سونار جديد عشان ايه؟ لو دخل يقرر عمليه ليه؟ عشان يتاكد ما فيش السمول، بالذات الجول بلادر فيها سمول ستون. يعني دايما العيان لما يقول لك ننصحنا بايه لو سمول جول بلادر سمول، انصحك تعمل كولستيكتومي عشان ما تنزلش واحده تسقط جوه الكومن بايل داكت. فممكن يبقى كو اكزيستنس، يبقى العيان عنده جول بلادر ستونز وعنده كومن بايل داكت ستون، ممكن تبقى عامله جوندس او مش عامله، بس هو لازم الجراح يبقى عارف عشان ايه؟ انه لو فيها كومن بايل ستون لازم يعمل اكسبلوريشن للكومن بايل داكت انترا اوبريت، ولو فيها ستون في الكومن بايل داكت ما ينفعش يدخل يعمل له ايه؟ منظار، ما يعملش ياكل سكر منظار، هيعرف ازاي يشوف الستون بتاع الكومن بايل داكت لازم يفتحه. يعني لو انا عنده جول بلادر ستون وكومن بايل داكت ستون ينفع يعمل له اندوسكوبيك كولستيكتومي؟ ما ينفعش، لازم يعمل له ايه؟ اوبريت سيرجيكال. فلو في لو السي بي دي كويسه ما فيهاش حاجه ممكن يدخل يعمل له اندوسكوبيك، لكن لو فيها لازم يعمل. احيانا عين كتير يشيل جول بلادر، يشيل جول بلادر من سنتين ثلاثه ويجي لك بريزنتد بجوندس، هتلاقي فيه في ستون فين؟ الكومن بايل داكت، يا اما تبقى سليبد سمول ستون وكبرت او دي نوفو كون الجديد، لان هم دايما العيانين عندهم لخبطه في الكوليسترول وبتاع بيبقى عرضه يجي لهم ايه؟ ستون سواء في الجول بلادر او في او البيلياري داكت اي حاجه. طبعا السونار بيشوفها ولازم تشوف فيها بالستيريو اكوستيك شادو، هي بتغلبك شويه لانها تبقى احيانا في الديستال داكت، لكن احيانا لو جبتها بسونار تبقى كويس، لو يعني لو ما عرفتش ممكن تعملها اي ار سي بي او سي تي. السي تي احنا قلنا ستون الجول بلادر او الكومن بايل داكت دايما بيبانوا ايزو غالبيتهم بالذات ما فيهمش كالسيوم، فممكن في السي تي انت شايف ان ستون ايه موجوده في البايل كومن بايل داكت لكن باينه ايزو مش 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 ما فيهاش كالسيوم. ماشي؟ طبعا هو الاي ار سي بي طبعا او الام ار سي بي دول من اعظم الحاجات بيشوفها فيلينج ديفكت، لان بقى عين صبغه فالستون بيبان فيلينج ديفكت جوه ايه؟ جوه الاي ار سي بي. العيانين برضو اللي عندهم برضو جول مشاكل برضو ممكن احيانا الستون تكون جوه الدكت اللي جوه الليفر اسمها هيباتولايسيز، يعني انترا داكتال ستون فورميشن، دي رير قوي بس ممكن تشوف. في حاجه اسمها الكولودوكال سيست، الكولودوكال سيست دي عباره عن ايه؟ سيست دايليتيشن في الاكسترا هيباتيك مايل داكت، دي بتبقى في الستات برضو اكتر من الرجاله، تبقى مولود بيها وفيها انواع، فيها خمس انواع. فالمشكله الكولودوكال سيست بتلخبط في ايه؟ لو عيان عامل كولوستيكتوم وجاله كولودوكال سيست تفتكرها انت جول بلاد، بس هي دي النقطه في الاخبار. لكن لو عملت له ام ار سي بي بيبان كويس، او عملت له هايدا تبان، لان لو ده جول بلادر كونسنتريت، لكن لو كولودوكال سيست بتفرغ على طول مش كونسنتريت السبب.
تيكير عشان مره يعني شفت كذا عيان مرفوع اخذ دكتور مرفوع عليه قضيه بسبب كولدوكاسيست، لان هو الكولدوكاسيست بشكلها زي الجول بلادر، فانت بتبص بالسونار شوف حاجه سيستك درجين زي الجول بلادر. دي الكومن تايب، فيها انواع، نوع زي الديفرتيكولوم ده اللي انواع كونجنيتال، لكن البوست الكوليستيكتومي بيجي لك زي النوع ده، فانت تهلك انها جول بلادر، ما تبقاش عارف الدكتور شال جول بلادر ولا ما شالهاش، هو ممكن يكون ما شالهاش برضه، دي قصه ثانيه. لكن هتحل المشكله دي تعمل له الهايدا سكان، حتى الام ار اي ممكن ما يهلهلكش قوي. ده كله من انواع، خمس انواع بتوع الكولودوكال سيست. البيليال اتريزيا اللي احنا قلنا عليها ده كونجنيتال ديزيز، والعيان بيجي له بيليال اوبستراكشن بيبقى في النيونيتال. لو سبت العيان ده ماشي ما عرفش سبب بيؤدي الى سيروزس، والسيروزس يؤدي الى ديس في الفيرست لاين. واحسن حاجه بتشخصها ايه؟ بي تي سي. احسن حاجه البي تي سي، لانه انت مش هتشخصها ازاي؟ ما هو الاتريزيا في البتاع ده مش موجوده، فمش هتشوفها ام ار سي بي، مش هتلاقي، لان ام ار سي بي لازم يبقى دايركت دايليتد. لكن لازم تحقنها من خلال انتركوستال بي تي سي، بتشيبها نيدل وتحقن وتشوف يوريك انهي نوع منها. في انواع اقول لك ده، هل واخد السنتر كومبوننت ولا البريفرال بس؟ لان العيان ده بيعمل له ليفر ترانسبلانتيشن لو ثبتت انها بيليري اتريزيا، ملوش عليها غير ليفر ترانسبلانتيشن. ماشي. الهيباتوبيلياري يعني ممكن تعمله من ممكن اوريك البيلي اتريزيا، بس هو البي تي سي هو بيوريها لك احسن من البتاع ده. ده عيان برضو عنده بيلي اتريزيا، وعملت له في حاجه اسمها ترانجولار كولد ساين، يا دوب الهايلم البايل داكت في الهايلم بس باين، لكن انت الهيباتك مش قادر تشوف فيه. البيلياري ستريكشر ممكن عيان برضو كتير جدا عينين بيعملوا كولستيكتوم بالذات الاوبراتيف، ممكن هو بيخيط يعور الكومن بايل داكت، فتقريبا بوست اوبرت او بوست اندوسكوبيك، يعني عمل منظار بس وعمل عصر سفنكتر في اودي، وهو لو عور الميوكوزا هو بيشيل السوم بتاع الكومن بايل داكت يجيله برو بيلياري ستريكشر. فدي كتير الموست كومن هو ايه؟ البوست سيرجيكال، لكن ممكن يجي بعد السكلولوجيك كولانجيتس او بانكرياتيتس او اتش اي في كولانجيتس. ادي عين مثلا جاله بيلياري استريكشر، عملنا له اما اي ار سي بي، لما حقنا هو ده المنظار، حقنا جوه السبعه باين الاستريكشر سيجن، لازم يدخل يعمل له دايلاتيشن ليها، لانها ممكن تقفل له البايل داكت وممكن تكون ستون برضه جوه. البرايمري كولانجايتس دي حاجه من الحاجات الكومن برضه تيجي بعد الاي ار سي بي، ممكن العين بعد ما تحينه سبعه يبقى اي حاجه مش معقمه العين يجي له بالكولانجايتس. كولانجايتس لو جت برضه تعمل ايه؟ تعمل سيجمنتال دايلاتيشن في الانترا هيباتيك والاكسترا هيباتيك بايل داكت. ادي باين عنده سكليروزنج كولانجايتس، عملت له ار سي بي، شفت الريجولاريتي في الوول بتاع ايه انترا واكسترا هيباتيك بيلياري داكت. ممكن تبقى بكتيريا ايا كان مش مهم الشكل. ادي كولانجايتس لوكالايزد مثلا في السي تي في الليفت هيباتيك لوب. النيو بلاستيك بايل داكت باثولوجي، اكثر حاجه الكولانجيو كارسينوم. احنا قلنا الكولانجيو كارسينوم دي بتطلع منين؟ من الداكت، فلازم يبقى حواليها سيجمنتال دايليتيشن. هي مشكلتها بس في الالترا ساوند كلها ايزو كون، فانت لو شفت جاست عيان عنده جوندس وجاي لك الدكتور بيبحث في السونار وشفت سيجمنتال دايلاتيشن او في لوب او في سيجمنت، قول له لازم تطلب له ام ار اي على طول، لانه كتير من الكولانجيو كارسينوم ما بتشوفهاش بالسونار، تبقى ايزو اي او كون. في برضه المالجنت بيلياري ستريكشر، ممكن كومن بايل داكت يجي فيها تيومر في اخرها ويعمل لك ستريكشر، ده بيبقى مالجنت وليه تيبر شيبو شولدرنج زيه زي المالجنت. ميتاس والليمفوما برضه يمكن يجي في البايل، والبنكرياتيك والامبولاري والبيلر سيستادينوما والاسيد قلناها في الليفر سيستادينوما والبنكرياتيك. كولانجيو كارسينوما قلنا بتنشا في البايل داكت ايبيثيليا، ماشي، وممكن تسبريد لوكال انفلتريشن، ممكن برضو تدي ايه متس. لو جت في السنترال هايلم اسمها كلاتسكين تيوم، التقاء الرايت هيباتيك مع الليفت هيباتيك عشان يعملوا كومن بايل داكت. الهايلم ده الراجل ده هو بتاع اشعه ده كلاسيك، حتى البصري ما يعرفوش الاسم ده. 60% و30% تبقى في الديستال داكت و10% تبقى ديفيوز، ماشي. طيب الكولانجيو كارسينوما الترا ساوند احنا قلنا بيشوف سيجمنتال دايليتيشن، ممكن تشوف الماس، لكن غالبا الماس تبقى صعبه شويه. احسن حاجه الام ار اي، لان الام ار اي بيعرفنا السيجنال، يقول لك في تي 1 لو سيجنال، في تي 2 بتبقى ايه هاي سيجنال. لما لو عملنا لها برضو بتاع ده اي ار سي بي احنا شايفين في فيلنج ديفكت كبير هنا موجود في مكان مشغل عليه لسه، في ستريكشر مالجنت ستريكشر، ده كلاتسكن تيومر ده في الكولانجيو كارسينوما. ادي برضه كلاسيكن تيومر برضه في الهايلا، لما عملنا لها بص سي تي شايف الماس قد ايه؟ سونار، وادي السي تي بتاع الماس، وادي الام ار اي. احسن حاجه الام ار اي طبعا. ادي برضه عين عنده كلانجيو كارسينوما، عملنا له سونار في الهايلا، وادي السي تي،
حقنها سابقة يعني ابتدت تاخد في البورت فينس ستيج في الديليت بتاخد اكتر لانها دايما بيبقى نوتساب ليه بتاعها بورت. لكن الام ار اي بيوريك السيجنال تمام في التي 2 برايت في التي 1 لو لما تحن سابقة برضو بتاخد ايه سابقة في الديليت فيز بالذات. هذا برضو كلانجيو كارسينوما واخد الرايت لوب ده السي تي بتاعها ده الام ار اي. بس الام ار اي من غير سابقة حتى انت شايف الاكستنشن وشايف جنبها السيجمنتال دايليتيشن بتاع الانتر هيباتيك بيليري ديك الدايليتيشن. المتاس والليمفوما برضو ممكن يجوا احنا خدناهم طبعا في الليفر لكن ممكن يجوا رير قوي في البايل دكت. يعني مثلا انا عيان عنده نون كيس اوف ميتاستاتيك ادينوكارسينوما جات في المكان ده. فلو برضو اي تيومر هو الليفر مش ممكن يعمل دايليتيشن في البايل دكت حواليه ممكن. لكن الكومن مين لو صغير دايما الحاجه اللي طالعه من الهول. لكن افرض حاجه جات في الهايلاند بتاع الليفر جات في مكان الكونفرنس ده تعمل لك برضو دايليتيشن وتبقى ممكن تبقى انها ماس جايه من بره ضغطه من بره مش طالعه من الهول بتاعها. فده ادينو كارسينوما وفي متاس في الهايلم بتاع الليفر ومعامل ايه دايلاتيشن في الانترا هيباتيك بيليري. برضو الامبولاري والبنكرياتيك تيومر هناخدها بالتفصيل في البنكرياس. لكن برضو ادي هنا مالجنانت ستريكشر موجود فين في الدكت بتاع البيليا سيستا ادينوما ادينو كارسينوما احنا خدناهم كويس في البتاع ده. انا بس شوف فيها ميورال ميديول او سبتيشن لو عنده سابقه ياخد انهانسمنت في السي تي او الام ار اي. قلنا سيستا ادينوما والكارسينوما صعب انك تفرقهم مع بعض. وانت لو شفت ميورال ميديول او شفتها انهانسد لازم العين يعمل يشيلها عشان انها تقلب مالجنت. ماشي المالجنت ستريكشر الحاجات اللي بتعمله الكولاجيكال كارسينوما او البنكرياتيك كل دول يعملوا او الليمف نود قفلت البتاع ده. الكرايتيريا بتاع ميجستيشن بنقول في شولدرنج وفي ايه وفي في التيبرنج تيبرنج ديستال كومبايل دكتستون.